ممكن اعرف انا هنا ليه؟ يا ده انت قليل ادب وعايز تضرب بقى. انت متهم في جريمه قتل. اطلع بس حاجه. انت هذا الحوار ده فيه ايه؟ ما تردوش. اعمل ايه عشان تشدي هادي؟ انتوا بقى بالصلاة على النبي عايزين نصدق الفيلم اللي انتوا فيه ده مش كده؟ ما كانش ده قراري، ما كانش باختياري، ما كانش في قدامي غير هروب اضطراري. قالولي مش هتقدر، قالولي مش هينفع، قالولي ما تحاولش ما تكملش لف وارجع. كنت عايز ابلغ عن قنبلة. انت مجانين يا ابني انت وهو ولا ايه؟ انا مش هشيل حاجة لوحدي. لو اضطر هيهرب. اسقطوا اسقطوا كلكم. حبل المشنقة هيتلف حوالين رقابينا.